فأوقات كتير، وده جزء من الحوار اللي كان داير بيني وبين ضيفي طبعا الكابتن الكبير فتحي نصير اللي لازم ارحب بيه طبعا بدايه في الاول وعلى اشكره على وجوده معانا النهارده. مساء الخير كابتن فتحي. مساء الخير يا كابتن. يعني بس خليني اقول للناس، انا كنت بتكلم دايما انه في اوقات كتيره جدا لما الفوارق بين كل نادي والتاني بتكون كبيره، كل واحد بيلعب على قد امكانياته. كنت بقول الكلام ده لكابتن فتحي، كان بيعمل مقارنه سريعه ما بين شكل واداء الاهلي في بطوله زي كاس العالم وهو بيقابل الكبار مع وجود فوارق كبيره جدا على كل المستويات، وبين شكل الاهلي في الدوري. وده يمكن اول محور انا مجهزه، النقله اللي حصلت. احنا عشان نبقى منطقيين وموضوعيين وما بنخبيش عليكم ولا بنكذب عليكم، انا شخصيا كنت رايح البطوله دي وقلقان زي كتير من جماهير نادي الاهلي، بس كان رهاني على انه روح الفانيلا الحمراء، على انه شخصيه النادي الاهلي تبان في المواقف الصعبه، وقد كان سواء في المباراه اللي كسبناها قدام اتحاد جده 3-1 او في المباراه اللي خسرناها قدام فلومينينزي 2-0. هنا الاهلي ما بيلعبش على قد امكانياته، الاهلي بيلعب باكبر بكتير جدا من امكانياته. ده ظهر في شخصيه البطل بصرف النظر عن النتيجه اللي ما اتحققتش او اللي احنا كنا بنتمناها، وانه الاهلي يكون في المباراه النهائيه. مره تانية رحب بكابتن فتحي، مساء الخير واقول لك هارد لك في البدايه على الخروج طبعا. شوف النهارده احنا بنقول هارد لك انك انت رايح تلعب على مركز ثالث ورابع في كاس العالم. في كاس العالم. اولا طبعا شفت المقدمه بتاعتك والانترو بتاعك، ويمكن وفرت لي عليا حاجات كتير الواحد هيقولها. لا ده احنا هنستزيد من خبرتك الكبيره يا كابتن فتحي النهارده. الله يخليك يا ابو حميد. احنا عندنا النقطه بتاعتنا او انت تقارن بيها او اللي انت بتشوف فيها، انا بقول الدوري المصري والدوري البرازيلي في هذه المباراه. الدوري المصري والدوري البرازيلي يعني ايه؟ انت بتلعب الدوري البرازيلي بدوري مصري. الدوري المصري لا يرقى الى الدوري البرازيلي. وده بطل الدوري البرازيلي وانت بطل الدوري المصري. الدوري المصري ده بطل امريكا الجنوبيه يا كابتن فتحي. يعني ما طبعا غير انا مستغرب بصراحه، يعني سيبك من النتيجه وسيبك من انه كسب الاهلي 2-0، يعني ده التوب المستوى اللي انا شفته من فلومينينزي للاهلي، خده امبارح في الشوط الاول غسيل ومكوى. ده بطل امريكا الجنوبيه. للاسف 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 ان احنا لازال راس الحربة مفقود عندنا. لو في العام الماضي راس الحربة موجود كنا هنروح في حتة تانية. لو السنة دي راس الحربة موجود كنا هنستريح من الماتش من الشوط الأول. ما احنا قدمنا كل الشغل ده، الكلام ده لو احنا واقفين ومقوقعين قدام الجول قدام الشناوي والشناوي عمال يشوط ويصد وكده، أبدا. ده احنا رحنا كتير ورحنا كذا لعبة اتلعبت قدام. لو في راس حربة هيترجم نص الاجوال دي، نصها تبقى ثلاثة. مش هقول الخمس ست فرص اللي هم فرص يعني مش بتاع. وبعدين ما احناش موفقين في هذه المباراة، رغم ان احنا ما عندناش راس حربة لكن احنا مش موفقين. وبعدين عندنا حكم للأسف، يعني هو حكم نهائي كاس عالم بس مش هيعيش عليها كتير، يعني مش مفروض يبقى هو في الطبة على طول. أيوة. انت ما حسبتش لكهربا ضربة جزاء، ما تحسبش عليها ضربة جزاء، ما هي الاثنين زي بعض. يعني المقياس والمزورة والبتاع واحدة. أيوة. فانت ما حسبتش دي وبتحسب دي. وبتأثر كمان نفسيا في يعني احنا دايما بنقول انه الدوافع المعنويات فيها جزء كبير جدا وانت بتلعب في بطولة كبيرة زي كأس العالم للأندية. بتهيألي اللعيبة اللي في الملعب بتبقى حاسة يعني مستوى معين من الإحباط من القرارات دي بشكل كبير، سواء القرارات اللي بتتحسب عليك أو القرارات المفروض تبقى ليك وما بتلاقيش من الحكم اللي هي قرارات مصيرية لم يعتمد على الفار. الفار كمان للأسف هم حسوا إن ده الراجل ده حكم نهائي كأس عالم. أي. حصل عليه، حسوا بضعف أمامه، لكن لا ما طبقوش قانون. ده أنا وقفه أقول له تعالى شوفها، حتى لو انت حاسبها ماشي تعالى شوفها تاني، احنا شايفين انها لا هو الفار كانه ما كانش موجود او كان يعني عطلان امبارح او كان بيعمله شايف ما شافش حاجه، شايع الكتل زي ما هو شاهد ما شافش حاجه. لا شاهد ما شافش حاجه دولت. طيب يعني كده خليني ابص لل 180 دقيقه مع حضرتك. كتير من جماهير نادي الاهلي بتشوف انه من النقيض للنقيض، يعني من مستوى الى حد كبير فرديا وجماعيا متراجع، نتائج ما هياش افضل حاجه لا في دوري الابطال ولا في الدوري المحلي ولا حتى في الدوري الافريقي لما كنا بنلعب فيه، لنقله مع ابطال القارات يظهر الاهلي فيها في خلال 180 دقيقه، الفاصل الزمني منهم اقل من 72 ساعه، بالمستوى الرائع ده.
تفسيرك لده ايه يا كابتن فتحي؟ تفسيري هي دي حقيقه فرقه النادي الاهلي. زي انا بقول، انا قلت في الاول الدوري المصري هو بيجيبك تحت ما بيطلعكش. اي فرقه بتلعب النادي الاهلي بتتكتل قدام المرمى وكلهم ودفاع منطقه ونحاول وهجمه مرتده ونوصل، ممكن نجيب جول نكسب، ممكن ما فيش احنا نتعادل وكده. فدي بتنزل مستوى النادي الاهلي. الطاقه المكنونه اللي عند اللعيبه عمرها ما طلعت في الدوري المصري. ايه الطاقه المكنونه دي؟ اللي هي طلعت في جده. ايوه طلعت في جده ازاي؟ ان انت بتشوف اللعيبه اللي بتجري، اللعيبه اللي بتشترك، السرعه، الاداء، مش العنف، الرجوله في اداء في الملعب، كل اللعيبه بدون استثناء اللي لعبوا اساسي والبدلاء كلهم نفس التفصيله، نفس الوضع، نفس القصه. انت لقيت مستوى تاني، لقيت ملاعب، لقيت جمهور، برضو جمهور كان له دور طبعا. فطبعا كل الحاجات دي بتطلع منك انت امكانياتك الداخليه المدفونه. ما تطلعش هنا في مصر. ليه ما تطلعش في مصر؟ مفيش الجمهور اللي احنا بنقول عليه، مفيش الملاعب الصالحه اللي بنقول عليه، مفيش المساحه بتاعه الفرق اللي قدامك اللي بتشدك. هناك في منافسه، انت مين انا مين. يعني انت بتلعب، انا بنزيما، انا ياسر، يعني في منافسه داخليه مش مستنيه المدرب يرفع ويديهم دوافع لكاس العالم. كل واحد عنده الدوافع بتاعته جاهزة متولده. متولده وبيأدي 120% من اللي عنده، عنده اكتر كلهم بدون استثناء. ما بتشوفش واحد كده. لكن للاسف ما هو الواحد هنقول ايه يعني؟ اتعلم ان شاء الله باذن الله. انا توقعي لمجلس اداره النادي الاهلي هينظر نظره تانية في اختيار رأس الحربة اللي احنا متحارين عليه بقالنا سنتين. مش عشان الدوري المصري، طالما احنا دخلنا في محك وبطولات اللي هي بتتعمل دلوقتي وشفنا الاتحاد الدولي ده هيبقى 50 مليون يورو للفريق اللي هيشارك بس. 50 هي ارقام لسه مش مؤكدة يا كابتن فتحي، يعني لم يتم الاعلان عنها رسمي. اتقال انها مبالغ خرافيه، بس ما اعتقدش انها تتجاوز جوائز كاس العالم للمنتخبات برضه. لا ما هو او حتى تشامبيونز ليج اوروبا. يعني انا ما اعرف الارقام دي اتقالت لسه مبدئيا. يعني ما اذا بس في النهايه، يعني في النهايه في ارقام، هي في ارقام نصها في ارقام نصها ربعها. ايوه 10 يعني هتبقى 10 مليون ماشي. ايوه حتى 50. على مستوى انت على يعني لو سيبك من حتى كاس العالم، انت لو بصيت على جوائز الدوري الافريقي في اول نسخه ليه، او جوائز البطوله العربيه اللي الاهلي ما اشتركش طبعا لانه كان من المستحيل يشارك فيها، اجنده صعبه جدا السيزون ده، هتلاقي انه الارقام النهارده راحت في حته تانية خالص. وارقام الدوري المصري؟ لا ما فيش ارقام اساسا. لا مليون مليون يعني مصر ما تعملش بيهم اي حاجه. مليون يعني يا دوبك دي ما تغطيش ربع تكلفه سفريات الاهلي في الموسم الواحد. لا فاحنا بنقول ان طالما الموضوع خد الخط ده والنادي الاهلي قادره هيشارك ان شاء الله الاهلي في البطوله القادمه اوتوماتيك، هو هيشارك هو الوداد، فاذا احنا ضامنينك هتشارك. لازم لعيب قادر على انه يترجم لنا الشغل ده كله في اهداف. من الطبيعي الحكم يحصل ويحسب عليك ضربه جزاء وغلط ماشي، بس هيكون عندي فيرود كان مسجل هدفين في الشوط الاول. او هدف، او هحس ان انا اسالك حاجه ده نفس اللعبه دون قطع حديثك، نفس اللعبه اللي بعد ضربه الجزاء بيستو مضيع واحده هي اللي بدماغه قدام الجول. ايوه طب ده كلام. طب ده لو راس حربه فعلا، راس حربه عارف بيلعب في الحته دي، خلاص خلصت بقت واحد واحد. ده كرة بيتسيتاو غير كرة كهربا برضه. هي بيتسيتاو كانت بعد ضربة الجزاء على طول. يعني ارتدت واتلعبت ضربة الجزاء، خلصنا، شاطت، راح بيلعبها بدماغه بيبصها للجول. ده كلام. قطعتك انا في حتة لا كده. خالص انا بس لا. هي يعني انا طبعا مش قادر الوم على اللعيبة، لان انا واثق ان كل لعيبة الاهلي بذلت اقصى ما عندها. محدش ابدا يعني كان نفسه او لكن لا. انا حسيت شويه انه بعد ماتش اتحاد جده والشكل الرائع وحاله التوفيق في مواجهه فريق
في ظني وتقديري انا بشوف اتحاد جده افضل من فلومينينزي، يعني مع كامل الاحترام للكره في البرازيل، لكن اتحاد جده ك فريق محترم، فريق محترم جدا. ففكره انه تبقى موفق وانك انت تلعب المباراه وتسجل 3 اهداف وتضيع اهداف كتير جدا، حسيت شويه انها اثرت على التركيز والقرار. يعني في اوقات كتير جدا في لعبات مشابهه، مش بس بتكلم على انفرادات تو وكهرباء، تولين انفراد صريح في الشوط الاولاني، كنا رايحين 3-2 ورغم انه تاو سريع ومهاري، لكن يعني لعيب زي فيليب ميلو، معلش كابتن فتحي عنده 40 سنه، ياخد سبرنت يحصله ويقطع منه الكوره. في كور تانية كتير قوي كان القرار فيها غريب، الكوره اللي بتتباصى لازم تتشاط، والكوره اللي تتحط عاليه تتحط على الارض. حسيت انه ده اثر شويه، انه في حاله تسرع او في رغبه من اللعيبه كلها انها تجيب اجوال. يعني كانت واحده من الملاحظات. واحده من الملاحظات، احنا نقدر نقول ان مكسبنا لاتحاد جده فعلا ادانا مده طموحات وسقف الطموحات عالي قوي، عالي يعني. لكن الفرقه بتاع مع ماتش الاتحاد، الجهاز الفني كولر والمجموعه اللي معاه عدوا اللعيبه اعداد نفسي على اعلى مستوى. على اعلى مستوى، وده وصلهم لقمه التركيز داخل الملعب، وده وصلهم ان ينفذوا كل كلمة اتقالت لهم من خلال الجهاز الفني داخل الملعب. وقت ما بنفقد الكرة بنعمل ايه؟ وقت ما بنكتسب الكرة بنعمل ايه؟ لو فقدناها في نص ملعبنا، لو فقدناها في وسط الملعب، لو فقدناها في التلت الهجومي، لو اكتسبنا الكرة في التلت نفس القصة، هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا. كل السيناريو ده اللعبة كانت مركزة تركيز 100%. حقيقي. أما جينا ماتش البرازيل، اللعيبة عندها شيء من الفرحة. شيء من مش فرحانين لسه، يعني الفرح لسه ما دابش قوي. فحاسين بنفسهم، مش حاسين بنفسهم انهم يعني غرور او ثقة وكده. لا، احنا برضو فرقة تقيلة. حاسين ان احنا قريبين. ده انتوا ايه؟ ده احنا كذا، وبدأوا يقارنوا، وهيقارنوا بالسن وهيقارنوا بالكلام ده. وهم التانيين برضو عندهم خبرة، إن سابونا الشوط الأول نجري كتير، نستنفذ جزء فقط. من خد بالك إنه برضو في الحسابة كابتن فتحي، إنك أنت لاعب ماتشين من العرض التقيل، يعني دي الفرقة دي جاية من بيتهم. طبعا الفرقة دي بقى لها أعتقد 9 أيام ما لعبتش ماتشات. أنت من 72 ساعة لاعب، فهم ريحوا، حبوا الشوط الأول يطلعوا ما يخسروش. وقال لك في اخر نص ساعة بتاعتنا دي احنا نتحرك شوية. ساعدهم كده الحكم لو ضربة الجزاء دي ما جاتش خلاص الفرقة دي وقعت. لأن مش هتقدر تكمل الشوط الثاني. هي اللي خلاها تكمل دوافع الهدف اللي اتسجل. ايوه. لكن لو ما فيش هدف اتسجل اللي هو من ضرب الجزاء، كانت الفرقة دي يعني أنا كنت متوقع إن الشوط الثاني لو كملوا، بس خليهم يكملوا الشوط الثاني ما يجيبوش فيه جول الشوط الأول، الشوط الثاني ما كنتش البدني بتاعهم هينزل. هم نازلين تقول لي طب ما اول ما نزلوا في بدايه الشوط الثاني عندهم جري، عندهم جري لانهم استريحوا شويه. يعني انت كنت تشوفهم في اخر نهايه الشوط الاول مش قادرين، اما جه الشوط الثاني خدوا نفسهم ربع ساعه استريحوا هم جوه. فالربع ساعه راحوا جايين لنا بيه، فطبعا بداوا يتحركوا، صادفهم بقى جت ضربه الجزاء ساعدتهم، راحت مطلعه. ده كلام علم كرة القدم في المستويات العالية اللي احنا شايفينها دي، ان قرار يقلب ويغير شكل المباراة ونتيجة المباراة. قراية وتحضير كولر للفريق اجمالا في بطولة زي كأس العالم، واختياراته للتكتيك والطريقة والتشكيل، اختياراته للعناصر اللي واجهت اتحاد جدة واللي واجهت فلومينينزي، لا هو تقراها ازاي او تقراها ازاي؟ ان هو عاوز اولا نص الملعب يضمنه بلعيبه فوتبولر حريفه بيمسكوا وما بيفقدوش الكره كتير. فكان منزل الاثنين، كان مروان بدليل مروان اختاروه احسن لاعب في المباراه ماتش اتحاد جد. ما هو كان هو ده. كان مين اللي بيلعب كوكا جنبه؟ صغير متحمس يسمع الكلام ما يتفلسفش رغم ان هو صغير. واصغر واحد، وكان واحد من نجوم المباراه بصراحه. طيب ليه؟ لان الصغير ده ما بيتفلسفش، بيعاوز بيعمل 1+1=2، فهو لعب بالاثنين دول. طبعا كوكا لما حصلت له مش هقول اصابه، حاجه بسيطه هتاثر عليه،
راح منزل اكرم توفيق، واكرم توفيق لا يقل، لان اكرم توفيق برضه فوتبولر وده كان مكانه الطبيعي. صحيح، بس الاثنين بالنسبه لجمهور الاهلي في بطوله زي دي كانوا مفاجاه، يعني اكرم مفيش خلاف عليه، يعني محدش يختلف على امكانيات اكرم توفيق. وكوكا صعد واعد، ومش بس من بطوله كاس العالم، من قبل كده كمان بالظبط. لكن كان الاقرب او تفكير الجمهور يعني انه في ماتش اتحاد جده ديانج مسمار في نص الملعب، طب غاب كوكا وراجل غامر قصدي يعني شارك كوكا واتصاب، وكانت مغامره بالنسبه لجماهير الاهلي انه الراجل يختار كوكا، فغاب كوكا في ماتش فلومينينزي، فلقينا انه الطبيعي برضو فكرت الناس كلها انه ديانج موجود يا جماعه، فلقينا اكرم توفيق. هو لان كوكا واكرم عندهم القدره على استخلاص الكره من القسم زي ديانج، وعندهم القدره بقى في انهم يلعبوا الكره بدون فلسفه. ديانج بياخد الكره وبيقطع وبيزيد وكده، هو مش عايزهم يزيدوا، على اساس امام عاشور في الحته دي بيسيبه يتحرك يمين وشمال ويروح وكده، فهو كان عايز ناس اكثر التزاما اكثر، فيعني هو فكرها، وهو اكيد المدرب بيبقى حاسس بفرقته، عارف ديانج فايق مش فايق، مش ممكن يكون حاسس ان هو احسن منهم وهو هيعمل اي حاجه كده يغير بيهم. لكن انا حزين للنتيجه وليس حزين على الاداء. الاداء يعني، بس الاداء وانا عارف نهايه المطاف الهدفين اللي هم احنا برضو الثلاث اجوان اللي جبناهم في اتحاد جده، ضرب الجزاء علي معلول خلاص تمام، ورغم ان علي معلول في ضرب جزاء طلعتنا من افريقيا مظبوط صن داونز لكن هو وعلى ملعبنا، لكن الراجل عنده ثقه في علي معلول، وعلي معلول لاعب كويس ومتزن وفاهم وجبناه. وبعدين الجول الثاني اللي هو حسين الشحات عمل زيها في الماتش ده بقى، عمل اتنين زيها في الماتش ده، بس تفرق بقى هنا المدافعين خبراتهم اتقل، قفلوا الزاويه تكتلوا عليهم الزاويه، لا سيبك من المدافعين قفلوا الزاويه، في واحده راحت بس هي كانت في الثمانيات مش على الارض، يعني لو حطها البليسنج العالي كانت صعبه قوي على الجون. والثانيه اللي راحت للحارس كانش فيها هو مش شايطها، هو بيعملها كده برجله على اساس انها تعدي، لا ما اتحطتش بقوه مباراه الاتحاد. لكن ده فكر ان حاجه بتتكرر يبقى حاجه حافظها، يبقى ما جاتلوش صدفه في ماتش الاتحاد، يبقى هو عارف انه بيعمل كده. لكن مجموعه البرازيل، الناس بيقول لك مثلا البرازيل بتلعب برازيل، عادي شيل ضربة الجزاء، الجول اللي في الآخر ده اللي هو خلاص بقى ماتش تقريبا الكل في الكل يعني. لا البطولة عايزة من الأول، لو احنا من الأول عندنا راس الحربة القادر على ترجمة هذه الفرص، نص الفرص، ربع الفرص، جول جونين خلاص مش هخاف ان الحكم يغلط. لكن انت دلوقتي بتلعب ضد فرقه وحكم لما كمان يغلط ضدك بقت مشكله، بتلعب مع حكم وفرقه. لكن لما يكون عندي واحد بيسجل وحكم يغلط انا هجيب، مش مشكله. ستيفانو ريال مدريد زمان فكان دايما بيتكلموا بيقولوا انتوا يخش فيكم اجوال، فقال لي انا احنا بيخش فينا اجوال لكن ما يهمناش، لكن انا عندي فرقه بتجيب خمس تجوال ولو دخل فيها اتنين. نفس فلسفه جوارديولا، اتسال نفس السؤال ده برضو، اللي هو ما يهمنيش يدخل فيها كام، المهم ان انا بخلص المباراه يعني. بس هي دي بقى اللي عايزينها، مش ده كويس ان احنا ما يخشش فينا كمان اهداف، ده تخيل بقى لو عندنا الهداف اللي انا بقول عليه اللي هو في دماغي، اللي هو في دماغك، اللي هو في دماغ جمهور الاهلي، اللي هو في دماغ دلوقتي انا بقولك عليه في دماغ محمود الخطيب نفسه بيفكر في ده، بس كان العائق المالي واقف. دلوقتي هو هيوزنها ميزان تاني، مش هنقول احنا اللعيبه والدوري المصري بياخدوا كام وبيعملوا هنا ايه والكلام ده كده، لا ده انا داخل بطولات هتعوض لي الفلوس دي. انت هتخش بطوله 25 سنه. المهاجم من وجهه نظرك على راس اولويات الميركاتو الشتوي ده اكيد. ده اكيد، بس هو يعني خد بالك انت ما فاضلكش، يعني انا ما بحسبش فكره السوبر والدوري والكاس والحاجات دي، لانه في النهايه باي ديفولت يعني زي ما بيقولوا كده البطولات دي ان شاء الله قريبه مننا وان شاء الله باذن الله مكتوبه لنا. لكن انت ما فاضلكش البطولات الكبيره اللي بجد الجمهور بيستناها او اللي بجد الجمهور بيفرح بيها، للتشامبيونز ليج افريقيا، والبطوله السنه دي صعبه والنتائج اللي حاصله فيها. انا مش عايز اسيب كاس العالم واروح لبطوله افريقيا، لكن
اللي متابع النتائج لا في تغيير الوداد حصل. الوداد خسر الوداد خسر من سيمبا بالظبط يعني كده. تخيل الوداد من الفرق اللي الوداد كده شكله ودع من مش هيعدي دور المجموعات. ده كلام يعني الوداد اللي هو كان بينافس على القمه والوداد داخل كاس عالم. في كاس عالم يعني على اساس ان هو كسب قبل كده بطولات، تخيل هو فين دلوقتي. فاحنا مش يعني مش بقول مشكله، احنا عندنا مجموعه لعيبه متميزين. طب معلش هم بيبلغوني وبيراميدز بيلعب النهارده مع سان داونز هنا في القاهره. نتيجه اعتقد لصالح 1-0 لسان داونز، 1-0 لسان داونز، نتيجه صعبه وتصعب جدا مملودي مهمه بيراميدز. مملودي سان داونز مملودي سان داونز سان داونز كسبان بيراميدز هنا في القاهره 1-0. يعني لا فرقه حلوه سان داونز، فرقه يعني يعني بس بتهيألي ما فيش في افريقيا مستويات كامل الاحترام طبعا لكل عمالقه افريقيا، طبعا فرق كبيره وتاريخ عظيم ومشرف، وداد، رجاء، ترجي، سان داونز، مازيمبي، حتى الزمالك المصري، لكن انا بشوف الاهلي المونديال حاجه تانية خالص. لا شكل المونديال ما حدش لعب كده. مونديال اداء حاجه تانية خالص. اداء الاهلي في المونديال دي لقطات من تمرينه النهارده كابتن فتحي. يعني اداء كان معانا زميلنا ابو علي قبل الهوا، كل سكواد الحمد لله جاهز بما فيهم كوكا يعني. اداء الاهلي في المونديال وتنفيذ اللعيبه من الناحيه الخطيه دلاله على ان زي ما بقول لك الاعداد النفسي كان له دور عالي جدا 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 في ان اللعيبه دي مركزه، وبالتالي وهي مركزه بتقدر تقوم بالواجبات الخطيه. لكن كمان مش بس فكره انك انت تجهز فرقتك، لكن كمان حقيقه وانا في بدايه الحلقه كابتن فتحي كنت بقول ده مع كولر، انت عارف انه قبل كاس العالم كان في يعني حمله انتقادات كبيره حتى من بعض جماهير النادي الاهلي على مارسيل كولر. كان في هزه كده. كان في هزه كده. كان في شويه تراجع على مستوى الثقه. لكن لما بصيت النهارده يعني انا بقول في اول حلقه الاهلي مع كولر في كاس العالم في النسخه اللي فاتت والنسخه دي انا بشوفها بعيدا عن النتائج، يعني حتى الماتشات اللي خسرناها. يعني احنا خسرنا قدام فلامينجو، وخسرنا قدام الريال، وخسرنا في النسخة دي قدام فلومينانزي. حتى في الماتشات اللي احنا خسرناها الاهلي مع كولر ظهر بشكل كويس جدا. وده اكد لك ان الراجل مش بس بيحضر فرقته كويس كمان، ودي ميزه مهمه جدا في الهيد كوتش، انه بيعرف يذاكر الفرقه اللي قدامه ويختار الطريقه المناسبه جدا انه يتعامل معاها. ما حسيناش بفروقات كبيره جدا قدام ريال مدريد. فلامينجو كنا الاقرب برضه للمكسب. امبارح بشوف ان احنا كنا اقرب للمكسب. تحس ان اداء السنه دي اتطور عن اداء الموسم الماضي. يعني البطوله بتاع السنه اللي فاتت الاداء ما كانش برضو ما ارتقاش للي احنا احنا شفنا السنه دي كم من التنفيذ الخططي في الملعب. أيوة. ومهاره اللعيبه والتحركات سواء بكوره او بدون كوره والالتفاف والضغط على الخصم والضغط على حامل الكوره والضغط الامامي المتقدم، ولما بترجع ورا وبتلم وبتلاقي نفسك ماسك الفرقه عشان تستخلص الكوره والكوره بتتقطع منك وترجع تاني تاخدها. ده كل ده اتغير عن السنه اللي فاتت، يعني هو اتطور اكتر. عايز اجي لجزئيه الخبره. في اوقات كتير طبعا احنا خبرتنا على مستوى البطولات المحليه والقاريه كبيره جدا وبتقدر تفيدنا في المواقف الصعبه، لكن عندي لسه احساس انه خبراتنا على المستوى العالمي ده طبعا يعني خلينا نبقى متفقين احنا مش عايز يعني تتفهم غلط، بس خبرات لعيبه زي كريم بنزيما وزي فيليبي ميلو وزي مارسيلو، اللعيبه دي مش بس لعبت في اكبر الانديه، مش تشيلسي وانتر وبطولات لكن حققت بطولات. لما بتخش حتى بطوله كاس عالم منتخبات عندها الرغبه وعندها الخبره اللي تسمح لها انها تنافس. احنا على المستوى الدولي بحس ان خبراتنا مش كبيره قوي، لما السيناريوهات بتتازم بنفك باللغه الدارجه كده بنفك، ما عندناش لسه. وبحس انه الخبره شويه لعبت دور امبارح، خبره مارسيلو في انه جاب ضربه جزاء يعني لا ان هو خد الكوره. انت لو الناس بس لو تلاحظها هو مارسيلو كان ورا بيتستاو اللي كان قريب من الجول، هو راح حط نفسه قدامه. أي. يعني
يعني هو لبسه. لا لو ايوه لو هو مش لبس بيرسي. طب هو لبس الحكم ده طبعا جزاء. لا هو ذكي ان انا مثل داخل وكان بيرسي تاو هو اللي قدامه وهو واقف كده، فهو راح حط نفسه قدام بيرسي تاو. ليه حط نفسه قدام بيرسي تاو؟ عشان اي لمسه هتبقى بنالتي، لكن لو فضل وراه مش هيعمل له حاجه ومش هياخد اي ضربه جزاء. طيب فهو خد ضربه الجزاء. عايز اتكلم معاك في حته الخبرات دي، لانها بتهيالي ممكن يعني مش عارف ازاي بنشتغل عليها. هقول لحضرتك حاجه، انا قلتها من الاول، قلت لك اول حاجه واحنا قاعدين اول بدايه الدوري المصري والدوري البرازيلي. اما امسك الدوري البرازيلي اللي هو بيحتك على مستوى امريكا الجنوبيه عشان تطلع بطل، وبتلعب الارجنتين وبتلعب اوروجواي وباراجواي والفرق وكولومبيا كل الفرق ده وشيلي وفنزويلا وكل الفرق اللي بتلعب ده، انت بتلعب شوف المستوى هناك ايه، وشوف عندنا الدوري المصري والاحتكاك الافريقي ايه. الاحتكاك الافريقي عندنا اربع فرق ولا خمسه. احنا في الدوري المصري عندنا مع احترامي الاهلي الزمالك بيراميدز، وبعدين بقيه الفرق الثانيه مش تقليل منها سواء مصري او اتحاد او فيوتشر او كده، بس كل دول ويعملوا نتائج مع النادي الاهلي لانهم بيلعبوا بطريقه مش ممكن بيلعبوا زي كاس العالم كده. كاس العالم ده حاجة تانية خالص، وضع تاني، بيطلع فرقتك هي دي الفرقة. ده انت لو لعبت كده زي الاتحاد وزي ما لعبت الماتش الاخير البرازيل في ماتشات الدوري هنا، مفيش فرقة هتقف صادق. صحيح. ولا في لا في السرعة ولا في القوة ولا في الا في حالة واحدة، عاوزين الاهداف، مين اللي هيسجلهم ليه؟ هو ده اللي احنا عاوزينه. خلينا نتكلم في ده مع كابتن فتحي، وخصوصا انه المتبقي في عمر الشهر ده، او خلينا نقول مش بس ديسمبر وبدايات يناير كمان، عندنا كم كبير من المباريات في عدد مختلف من البطولات، بالتاكيد مستوى المنافسه فيه بما فيهم على فكره كاس السوبر المصري او كاس النخبه. أيوة. بالمسمى الجديد. هنطلع من السعوديه ان شاء الله على الشقيقه الامارات على ابو ظبي، عندنا ماتش يوم 25 اعتقد مع سيراميكا 25 28 باذن الله لو كسبنا نوصل فاينل. مباراتين هيكونوا في مستوى منافسة عالي قدام طبعا جماهير عريضة متوقعينها تملى الاستاد، ومن بعدها نستأنف مشوارنا في الدوري الأفريقي وترجع بعد كده على مؤجلاتك في الدوري المحلي. كل ده مجهود الناس مش بتحس بيه، وبالتأكيد بيأثر بشكل كبير، وظهر جزء من التأثير ده تهيألي في حالة الإجهاد اللي أثرت علينا في مباراة في الشوط الثاني بعد 10 دقايق بعد ربع ساعة. صحيح. تعالوا نتكلم في ده مع الكابتن الكبير فتحي نصير، لكن تسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. مش بنقرا الغيب بس يعني اصلا ما تنفعش، يعني هي كل حاجه وارده، والمفاجات جزء من متعه كره القدم، وقول زي ما انت عايز تقول وانا متفق معاك والله، بس ما ينفعش يوم الجمعه نبقى بنلعب مع السيتي، يعني المفاجات ما توصلش للحد ده. ولا ممكن كابتن فتحي يبقى شايف حاجه تانية؟ السيتي وأوراوا ريدز مين المنافس المحتمل من وجهه نظرك للاهلي يوم الجمعه؟ لا لا السيتي طبعا هيوصل. هيوصل يعني كلمه الحق له هو يعني. اي ماتشات يا كابتن احمد في حاجه اسمها التوفيق. التوفيق ده نسبته 10% من نتيجه اي مباراه. ايوه. التوفيق بس انا هقول لك حاجه يا كابتن فتحي قريبه مش بعيده. هقول لك حاجه تخصنا احنا وتخص الكوره برضو بمفاجاتها. قبل كاس العالم مصر كانت بتلعب مع بلجيكا، وبلجيكا كانت واحده من الفرق اللي الجيل ده فيها مرشح لانه ينافس على البطوله. بالظبط. لعبنا مباراه العمر مع فيتوريا وكسبنا المباراه دي في الكويت اعتقد. في الكويت يعني. كانت في الكويت. وبعد كده بدانا كاس العالم فلقينا اليابان بتكسب المانيا، والمغرب بتكسب البرتغال واسبانيا، والسعوديه بتكسب الارجنتين، والكاميرون بتكسب البرازيل، وتونس بتكسب فرنسا. فتحس يعني تحس انه لا في كرة القدم فعلا كل شيء وارد. يعني ما حدش يقول ما فيش ثوابت في كرة القدم. يعني ما فيش حاجة ثابتة تقول ان انا دي هي الوضع الطبيعي. لكن اقدر اقول انها وانت بتأدي التوفيق في المدرب ان يحط مجموعة اللعيبة اللي اختارها، التوفيق في ان هو يقرأ الخصم صح، التوفيق في ان يوم يديهم الواجبات اللي يختار اللعيبه اللي هتنفذ الفكر في دماغه عشان يلعب الفرقه اللي قدامه. حقيقي. التوفيق للعب بقى في الملعب ان بلعبها كده تخش جول، وبلعبها كده تخش بره. صح. ان انا بلعبها بدماغي، لا في التوفيق بقى كمان ايه؟ بس يكون اللاعب متميز في انه يعمل كده، اقول له لا لا والله حظه وحش.
لكن لا مش حظه، ده تنفيذ مهاره غلط. ان انا اعملها كده اديها له في ايده، ده ما تقوليش التوفيق، توفيق فين؟ انت ما عملتش حاجه. فاذا كنت زي ما تفضلت بتقول الزاويه دي او الزاويه دي عايزه بقى ان انا ابص، وعايزه ان انا عيني شايفها، وعايزه ان انا بلعب وانا عيني شايف الكوره. هي في مهاره تتطور ومهاره يعني في مهاره تبقى مش موجوده عند اللاعب، ممكن طريقه تدريب معين تجيبها. وفي مهاره لو ربنا سبحانه وتعالى ما حطهاش، ما زرعهاش في اللعيب، مش ممكن مهما حاول يتعلم او مهما حاول يطور من نفسه يجيبها. اي مهاره تنمى وتتطور، وفي مهارات تانية ما تقدرش انت توجدها. يعني زي ايه؟ السرعه. مش ممكن مهاره السرعه اديها لاحمد وهو مش سريع. انا انميها له شويه. ادي له ها، لكن ما خلوش يبقى سريع زي لاعب تاني سريع. ففي يعني ياسر ريان مثلا كان لعيب سريع، مش ممكن اوصل بلاعب عادي مهما كان مستوى قدراته عمره ما هيبقى سريع ازاي؟ مصطفى عبده سريع، المساحات العاليه. طيب ما اقدرش ان انا اجيب واحد تاني في نفس الخط بنفس المكان اقول له اجري، هتجري زي مصطفى عبده، مش هيجري زي مصطفى عبده، لان السرعه دي بتبقى عن يعني حاجه وراثيه عندك، او تبقى عندك جواك في الجينات اللي عندك، موهبه فطره. اما انت تقول لي بقى الحاجه اللي انا عايز انميها مهاره، ممكن انمي المهاره، احسن فيها، اظبط فيها، اجود فيها، ان انا اعيد كل ما اعيد واعيد، والتكرار يعلم الشطار، وان انا اظبط العمليه. طب انا المشهد ده بيتكرر كتير جدا، ويمكن يعني بقى اسمع التعليقات دي من ناس من اهلاويه يعني بيبقوا قاعدين معايا في ماتشات كتير، حتى مش ماتشات كاس العالم. الراجل بيوقف على الخط كده، وطبعا انت كل فرصه ضاعت امبارح او بتضيع عموما من النادي الاهلي في مباراه بتضرب دماغك في الحيطه، لكن الراجل اللي واقف على الخط ده اللي تعب وحضر للماتش وجهز الفرقه ودرس المنافس واختار التشكيل وحفظ اللعيبه ادوارها في الملعب، والسيناريو اللي هو قال عليه اتنفذ بـ 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 يعني بدرجه انضباط 100%، لكن في النتيجه مفيش ترجمه، بيكتب ايه؟ يعني مستر كولر لما يبقى قاعد في ماتش امبارح هو غير الجمهور، هو اللي اشتغل، هو اللي تعب، هو اللي خطط، هو اللي رسم، هو اللي درس المنافس. ففرصه بتروح هنا، فرصه بتضيع هنا، وفرصه ما بتجيش هنا، بيكتب ايه؟ هقربك للمثل ده، الله يرحمه الكابتن محمد عبد الصالح، يقول لي احنا بنذاكر واللعيبه هي اللي بتمتحن. يعني انت كمدرب بتذاكر بتحضر وبتعمل وتحفظ وكله ده مذاكره. طب مين اللي هيمتحن؟ مش انا، اللعيبه. فاللعيبه هو بقى قاعد بيشوف، هو بيمتحن دلوقتي. يعني اللعيبه بتمتحن له، لو نفذت له بقى هو في الطب. لو ما نفذتش لا. بس في امكانيات لعيبه، انا ما بلومش اللعيبه اللي هي ضيعت، هي امكانياته كده. يعني مش عايز اقول ايه، بدافع عن لعيب معين ايا كان، لان هو مش عايز يجيب جول، عاوز يجيب جول اكيد طبعا. بس في لعيبه هي الحته دي او في راس حربه عارف المنطقه دي يعمل ايه. عايز كابتن فتحي تسمح لي هنا هاخد، يعني انا قلت في بدايه الكلام احنا طول ما اللعيبه بنحس والجمهور حس بده، الجمهور اللي كان في الملعب حس بده، والجمهور الملايين اللي كانوا بيتفرجوا على الشاشات حست ان اللعيبه عملت اللي عليها وزياده شويه كمان، وظهرت بشكل افضل بكتير جدا من اللي كان مستنيه 80 او 90% من جماهير نادي الاهلي. لكن مش يعني مش قادر اتخطى حتى في احساس عند كتير من الناس انه في كور يا كابتن فتحي الواحد بيحس ان هو لو في الملعب كان هيجيبها، هي تبان سهله، هي تبان سهله. بس اي لعيب كوره مش محتاج موهبه خاصه ولا محتاج تمرين وشغل كتير قوي عشان يحط الكوره دي، اي لعيب كوره هيحط الكرة دي يا كابتن فتحي. يعني معلش، لا مش صحيح. لا كلامك انت بتتكلم صح. بس اللعيبه في الموقف ده وفي الضغط ده وفي الموقف ده لازم عنده ديفو صغير او غلطه صغيره هي فات عليه، لان هو الحته دي مش بتاعته، المكان ده مش بتاعته. امال يعني ايه فرق اسعار اللعيبه راس حربه وكده؟ فرق مهارات اللعيبه، هو كويس قوي بس عاوز يجيبها، بس امكانياته ما ساعدتوش. امكانياته في ايه؟ انا مثل الكوره وشايف الجول فانت بتعملها كده، والراجل بيمسكها بايده، انت مش شايف الجول؟ مش شايفه.
مليون، يعني هو مش قصده انه يديها للحارس، لكن هو ما بصش. تقول لي طب في لعيب ما يبصش؟ اه هو في ضغط لقى الكوره فبيعمل، لعب الكوره اي حاجه بقى، انه هو يعني ما ركزش، ما بيوجهش يعني. لا 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 لا، لان دي عايزه تحضير. تفرق بقى من اللاعب اللي بنقول عليه لاعب هداف ولاعب كره قدم صانع لعب ويجيب اجوال. وضحت يجيب كده. وضحت. طيب التحدي قدام ماتش الجمعه، يعني لو صادف وقابل السيتي، انا بقولها لكم صعبه، صعبه على اي فريق في العالم مش بس الاهلي، ولو ان ده طبعا سيناريو مستبعد. لا لا السيتي لا، يعني لكن لو اوراوا ريدز بطل بطل اليابان ودوري ابطال اسيا، هو السيناريو الاقرب. انا بشوف انه دي هتكون اسهل مباراه فنيه، يعني لما تيجي تحط فلومينينزي واتحاد جده واوراوا في ميزان القوة، وراوا هو اقل فريق هيقابله الاهلي في البطوله دي، وان كنت طبعا احترم الكمبيوتر الياباني، لكن في النهايه كوره بحس انه المفروض ان احنا اعلى. التحدي قدام الاهلي ومارسيل كولر في الثلاث اربع ايام دول ايه؟ هو فكره انك تخلق دوافع او تجدد دوافع وتوصل لعيبه انه البرونزيه حتى لو ثالثه بالنسبه لكم ورابعه في تاريخ الاهلي صح، شيء مهم، ولا البدني بما انه اللعيبه لعبه 180 دقيقه نار قدام فلومينينزي واتحاد جده، فحاول اجهز فرقتي انها تبقى واقفه على رجليها، لانه اليابانيين عندهم سرعات، يمكن عندهمش يمكن كوره عاليه لكن عندهم سرعات كبيره جدا كتير. وبدني عالي جدا، ولا اشتغل على ايه يا كابتن فتحي؟ الاولويات بالنسبه لكولر تبقى ايه؟ نفس نمره واحد هيعيشهم ويعمل لهم فصل عن ما سبق. خلاص احنا كان صعبه شويه دي، صعبه المره دي، بس كان عندنا حلم. كان عندنا حلم وكان هيتحقق ان احنا نوصل النهائي، ما اتحققش، فاحنا عاوزين نوصل. عشان اوصل للفرقه دي لازم يبقى عندي الدوافع ان انا اخد ثالث، والثالث بيبقى فيه ميزه ايه والحاجات دي كلها، بغض النظر على النواحي الماليه والكلام ده كله، لكن فيها دوافع لا تانية. وليه الماليه مهمه برضه؟ الماليه دي تنفعنا جدا، تنفع اداره الاهلي في هتنفع اداره الاهلي وهتنفع اللعيبه، لان هو برضه انتوا لما هنكسب كذا انتوا هتاخدوا قد ايه؟ مظبوط. يعني كده، فدي بتبقى لها دوافع تانية بنعملها في نفس الوقت، هيحضرهم بدنيا صح، على اساس الفرقه اللي قدامهم كلها سرعات، والسرعات دي مش عايزه مساحات، يعني ما يقدرش يديهم مساحات ان هو يلعب يديهم الملعب كله. لو ادى الملعب كله بالسرعات اللي عندهم هتبقى خطر علينا، وخصوصا تجهدنا. ايوه، لكن احنا بالنسبه لنا احنا يعني ملعبنا البرازيل السرعات ما كانتش في المساحات الطويله علينا وهم بيهاجموا، في السرعات في الحتت الصغيره، ما دي بتجهد. يعني السرعات في ال 10 متر 15 متر بيغير بيعمل بيغير بيعمل، كل ده مش سرعات مسافات طويله. اليابان هتلاقي سرعات مسافات طويله. ايوه. طب اذا ما تديش مساحات، فلازم هيغير في فكره الخططي بطريقه لعبه، هيغيرها على اساس ازاي يوقف الخطوره بتاعتهم الاول، ثم ازاي يكتسب ان نقدر نوصل للجول ونسجل. لان مشكله اليابانيين هتلاقيهم مثلا ما عندهمش كتير محترفين من خارج اليابان، لكن هتلاقي زي ما بقول لحضرتك السرعات اللي عندهم والدوافع اللي عندهم، لان هم ما عندهمش اللي يخسروه. يعني اليابان جايه يعني مالها، لا هم كمان هيبقوا طالعين من معركه واحنا مريحين يوم زياده. يعني هي الفوارق الناحيه البدنيه شويه تخف، انت لاعب امبارح ومريح النهارده، هم النهارده هيلعبوا 90 دقيقه اشغال شقه زي ما بيقولوا كده يعني قدام السيتي. ممكن يعني فانا واثق ان شاء الله هيغير في فكره طبعا كولر في الناحيه دي، وادعو الله بس ان ربنا يوفقه في اختيار المجموعه، وادعو الله ان يجي حكم ما يظلمش زي الحكم اللي جانا. حتى الحكم يوم اتحاد جده كان برضو يعني مودست طرد على ايه؟ يعني ما فيش واحد بيتحرك وبيعمل وكده، و100 واحده زيها كانت امبارح موجوده ما حصلش فيها ولا حاجه، وهو يقول لهم لا كده بيشاور وبتاع. فيعني انا بقول دي شيء من التوفيق مع التصميم لعيبه الاهلي للحصول على الثالث، مع فكر الاداره في انهم هيجدوا ضالتنا في راس حربة متميز قادر على انصاف الفرص، مش الفرص احنا جايبين له فرص وما جبناش بنجيب اجوال، ده هو انصاف فرص بقى هيجيب لك منها اجوال، غالي شويه مش مهم،
ليه؟ لان هو هيعوضه في البطولات اللي هيشارك ان فيها، شاء الله. هيقدر يعوض لنا الكلام ده كله. نجوم الاهلي في البطوله دي من وجهه نظر كابتن فتحي؟ لا انا شايفهم كلهم، يعني مش شايف حد يعني عنده تقصير او عنده ما اداش، يعني ما فيش حد اللي فارق قوي، لكن كل واحد ادى دوره اللي قال عليه المدرب. يعني كولر مدي لده، يعني حد كان بعد انتهاء المباراه كان هيختار مروان ان هو احسن لاعب في المباراه؟ حد كان يفكر؟ اللي اختاروه مجموعه الفيفا، الاختيار الفني لها اساسيات في انك تختار ده لاعب كويس ما خدش انذارات، ده لاعب لو خد انذارات تاثر على طبعا تاثر عليه، اتشال على طول من أي. من احسن لاعب. يعني في معايير ثابته بناء عليها اللجنه الفنيه بتختار بتختار احسن لاعب في المباراه على ايه؟ دقه التمرير بتاعته، استخلاصه للكوره، استخلص كام كوره من الخصم، مرر كام كوره، ما خدش انذارات، ما خدش فاولات كتير، يعني ما عملش فاولات كتير، ضربه حلوه عليه، كل الحاجات دي بتتحسب له على اساس انها تقلل منه او تشيله او تحطه في المكان. وبالتالي اختاروا مروان. لكن انت لو سالت اي السؤال ده، لو حضرتك سالته لاي حد يوم المباراه مش هيقولوا مروان، ممكن يقولوا الشناوي. ايوه هو الشناوي بصح، ممكن يقولوا كوكا لو بتتكلم على ماتش اتحاد جده يعني، ممكن يقولوا كهربا يعني شارك في صناعه 3 اهداف. لكن دي لها مقاييس واختبارات وعليها، ودوره في تنفيذ الخطط ايه، ودوره في تنفيذ ايه، والتحركات ايه، والكلام ده كله. لو كابتن فتحي بيوجه رساله قبل مباراه البرونزيه للاعيبه الاهلي وتتمنى انها توصل لهم. قبل البرونزيه، البرونزيه امام عينيكم، ودي حق شرعي لكم، مش ان انتوا هتاخدوها يعني هديه ولا جبايه كده، لا حقكم، لان انتوا قدمتوا كره قدم حديثه تعبر عن امكانياتكم السليمه الصحيحه اللي انتوا فيها، اللي امكانيات كل لاعب فيكم لما اندمجت مع بعض شفتوا الشكل العام ايه. شفنا حاجه جميله في المباراه الاولى والمباراه الثانيه بغض النظر عن النتيجه، وانا واثق ان شاء الله باذن الله ان البرونزيه نرجع بيها عشان تعوضنا عن ان احنا نوصل للقمه اللي احنا طمعانين فيها. واقول لهم المباريات القادمه ان شاء الله، عندكم بطوله في 25 احنا مشاركين فيها، و24 احنا مشاركين فيها باذن الله. فاذا دي احنا خلاص خدنا كل سنه بناخد خبره، بس دلوقتي عرفنا النقطه الرئيسيه بتاعه النادي الاهلي اللي هتوصله للقمه. صحيح. بس ويمكن الحقيقه يعني مش هبالغ لو قلت او ختمت حلقه النهارده بانكم بجد يعني شرفتونا وقدمتوا صوره محترمه جدا عن اسم النادي الاهلي، وكتبتوا لينا او رسمتوا لينا ذكريات مش ممكن ابدا تتنسي. والكلام مش على النسخه دي بس، في كاس العالم على كل النسخ اللي لعبتوا فيها ومثلتوا فيها النادي الاهلي، وكتبتوا لنفسكم تاريخ اعتقد انكم هتعيشوا عليه وهتحكوه لاحفادكم، وهيدرسوا الاجيال اللي جايه في النادي الاهلي. هم بيحلموا يحطوا دايما النادي الاهلي في المكانه اللي دايما بيستحقها، هو المكان رقم واحد. بكره هتكون الحلقه الخاصه بحلقه البرونزيه، النهارده هنتابع معاكم 8 مساء بتوقيت القاهره مواجهه الدور قبل النهائي الثانيه بين السيتي بين اوراوا ريدز. الخسران اللي هيواجه الاهلي على الميداليه البرونزيه مركز ثالث كاس العالم للانديه يوم الجمعه هيكون هو موضوع حلقه بكره من السادسه. في النهايه بشكر الكابتن الكبير فتحي نصير على تشريفه لينا، شرفتنا كابتن فتحي ونورتنا كالعاده، ونسعد دايما بوجودك معانا في السادسه. انا بسعد، بس لو تسمح لي احب نهني الشعب المصري ونهني نفسنا برئيسنا اللي هو باجماع الاراء عنده مهمه لمده 6 سنين، وست سنين ما هي سهله، وان شاء الله ربنا يوفقه هو واولي الامر في ان احنا نحقق كل امال المصريين في الداخل وفي الخارج في الريف وفي الحضر. وبرضه ما ننساش ندعو لاهلنا في غزه ان شاء الله ربنا يشيل عليهم الغمه
وتحط عليهم عدالة السماء اللي هي ما لهاش مكان غير في الأرض دلوقتي. بإذن الله القادم أفضل لينا ولأشقائنا في فلسطين إن شاء الله. شكرا كابتن فتحي، شكرا جماهير نادي الأهلي على المتابعة. بكرة حلقة خاصة زي ما قلت لكم عن مباراة الجمعة القادم، الأهلي والفائز أو الخاسر من أوراوا ريدز ومانشستر سيتي. تحياتي لكم.